نشاط النهاردة اسمه التركيز على شيء ما. ازاي؟ ان انا بجيب دلوقتي، انا معايا شراب اهو، شايفين لونه؟ لونه مبهج خالص، لونه بامبا، تمام. الهدف من النشاط ده، ان انا الهدف المباشر بالنسبة للنشاط ان هو الطفل بيركز على حاجة معينة. طب الهدف الغير مباشر بقى اللي بيوصل للطفل، اللي هو مفهوم الالوان والانشطة والحركات، ده الهدف الغير مباشر. يبقى في اهداف مباشره وفي اهداف غير مباشره، كلهم بيوصلوا للطفل. تمام. طب النشاط ده عباره عن ايه؟ النشاط ده ان انا اولا بيبقى معايا سجاده العمل اللي هي دي، فرشتها، وبجيب سله. انا طبعا السله بتاعتي اتكسرت فجبت طبق، تمام. ومعايا هنا شراب، باجي اختار لون يكون فاتح كويس ويكون جذاب للطفل، وده هنعتبر ان ده الطفل معانا. هعمل انا النشاط ده ازاي؟ اول حاجه بجيب مثلا، يا اما احط الطفل على بطنه، يا اما هجيب مثلا مخده واقعده واسنده بيها من هنا، تمام. وهيكون الطفل ده كده قدامي وانا هنا، يعني ده مكاني وده مكانه، وبيننا السله وفيها الشراب. وبعدين انا بكون قاعده هنا، بعدين بشيل بالراحه السله، بشيل الشراب، وبعدين اسيب السله على جنب كده واحط الشراب قدامي. وبعد كده بقوم مقعداه واقوم جايبه الشراب وحطه على رجل واحده او ايد واحده، واشوف الطفل مركز معايا ولا لا. يعني انا ما بعملش الانشطه دي غير والطفل مركز معايا، لان الطفل هنا هيحاول يجيب الشراب يا برجله التانيه لو هو على رجليه، يا بايديه هيحاول يمسكه. وبعدين بشيله انا بالراحه وببدا احركه قدامه كده، يمين شمال كده، رايح جاي، بحيث ان هو نلفت انتباهه. يعني كده انا بقى بعمل كده قدام الكاميرا عشان اوريك، بس هو هيبقى قاعد قدامي، انا هحركه كده قدام عينيه، وبعدين من فوق لتحت، كل ده قدام عينيه. يعني انا مش بعمل كده، لا لا، انا براقب عينيه رايحه اخرها فين واعمل كده، بحيث ان هو يبقى متابع معايا وفي نفس الوقت قادر يركز. انا عاوز اوصل لهدف النشاط ان هو يركز كده. وبعدين هقوم عامله ايه بقى؟ هقوم جايبه السله دي كده بالراحه قدامي، هعمل كل حاجه بالراحه عشان هو يقدر يشوف. وبعدين احط الشراب هنا تاني وابدا اشيلها واحركها قدامه كده كده، هو كده هيركز معايا. وبعدين هبدا بقى الم النشاط بتاعي، ان هو انا اشيل الشراب ارجعه مكانه، واشيل الطبق او السله ارجعها مكانها، وسجاده العمل مكانها. طب الخطوه المهمه في دي ايه بقى؟ ان انا لازم اشيل الطفل معايا في كل خطوه. يعني انا في كل خطوه بعمل الحاجات دي لازم اشيله معايا ويشوفني وانا بعمل الحاجات دي. ليه بقى؟ لانه في المستقبل بيتعود ان هو يكون منظم ومرتب، عشان اما بيكبر شويه احنا بنخليه كل الادوات اللي احنا جبناها مثلا هو بيبدا ياخدها ويرجعها مكانها تاني. فيا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد.